بيأسفني كثير انه عندنا القضاء بسوريا شيء مخزن مخزن كثير كثير كثير. يعني الواحد شو بده يحكي؟ والله العظيم بيعجز الكلام بيعجز التم عن الكلام. ابني تعرض لمحاولة اغتصاب من شخص اسمه زين، زين العابدين، وما أدراك ما الزين. يعني كيف تنصف حالي ما بعرف. وهناك عدة حالات اغتصاب من الأربع سنين لحتى 12-13 سنة تحت تهديد السلاح بالسكين بالموس. بهذه الكلمات كشف أب سوري محافظة طرطوس كيف تعرض ابنه لمحاولة اغتصاب من قبل شخص يدعى زين العابدين، وفي مقطع مصور تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي اشتكى شادي يونس من عدم نزاهة القضاء وتحدث باكيا لما تعرض له ابنه وعن فشل القضاء في إعادة الحق إليه، حيث قام القاضي بإخلاء سبيل المدعى عليه بعد 17 يوما فقط من اعتقاله وقبل جلسة المحكمة. اشتكينا يشكر سيادة العقيد مدير الناحية كارت الجريمة. وريني يا ماما. أنا بفعل القبعة. قضاء لبى ندائي. ومشي التحقيق بأفضل ما يكون. بتحول الصبي على أمن الجنايات وبيعترف بما هو كان أفظع. بتفاجأ ويأخذ زكاه. يعني القانون ما قدر أخذ لي حقي. بعد 17 يوم بالسجن يقوم سيادة القاضي سلام عمار يشكر كثر خيره. ألف شكر لك يا سيادة القاضي سلام. عندك أطفال كتير كتير بمجتمعنا هون يا أخي. إذا ما في قانون احترم بس مشاعر الأب. بعد 17 يوم أنا عندي جلسة بسبعة تسعة سمعت الجلسة. أنا عوام بدي روح على القضاء على أي يعني على شبهان على قضاء كيف رايح؟ ما في متهم، ما عندي متهم، انا ما عندي شيء. شكرا لك شكرا لك. فعلا فعلا ترفع لك القبعه. لك في 14 حاله 15 حاله اغتصاب كلها اطفال ما رعيتوا مشاعرها طلعتوه ليش؟ تكفي على العالم. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن حالة استياء شعبي واسعة في طرطوس على خلفية إفراج القاضي عن المتهم بالاعتداء على أطفال. وبعد انتشار الفيديو طالب أهالي طرطوس بمحاسبة القاضي وإعادة المتهم ومحاكمته وفق القوانين، إلا أن وزير العدل التابع للنظام السوري هشام الشعار اعتبر أن الاعتداء الجنسي طال طفلا واحدا وليس 14 كما ذكر الفيديو، وأن القاضي استخدم سلطته التقديرية عندما قرر إطلاق سراح المدعى عليه. وشهدت محافظة طرطوس خلال الأشهر والسنوات الماضية عمليات اختطاف وقتل وجرائم متنوعة، وصل بعضها للاختطاف وإخفاء الجثث أو التمثيل بها. عندك أطفال كثير.